وهذا مسجد عقبة، ولكن الأصل التسمية هو مسجد العقبة، لحقاش جاي في أعلى نقطة كاينة في المدينة القديمة. وهذا اللي صار ديالنا مسجد المخزن، من أقدم المساجد هنايا. وهذا مسجد المخزن كانوا كيجيبوا فيه دوك الناس اللي غادي يؤديوا اليمين في المحكمة، يجيبوهم حتى الجامع هنا يحلفوا ويرجعوهم. وهذا لاكوش مسجد حمام برمضان، من أقدم الحمامات اللي كاين هنايا في وجدة. وهذا الدرب سميتو أهل الجمل، المشهور بدرب جاكسون. وهنا الحمد لله فين ما مشينا لقاو مسجد، يعني ما عندكش العذر باش ما تصليش. حنا لقاوه في الجامع جوهرة على اليسار، بالنسبة للناس اللي في الشارع بغا يدخل يصلي يدخل قريب له بزاف. هاو على اليسار ديالنا كاين واقفين هاد الجبوليس. بالمناسبة المدينة القديمة كانوا فيها مجموعة تاع البيبان، تكلمنا على باب خميس هذا اللي دايزين عليه، كاين الباب البحري. هذا باب البحري كان قديم ما بقاش، كان بلاصة اللي كيخرج الذهبية. نعم، وكاين الباب الغربي المعروف، كاين باب سيدي عبد الوهاب. الباب الغربي نسبة للجهة الغربية، وباب سيدي عبد الوهاب اللي هو ديال سيدي عبد الوهاب، والباب البحري لحقاش جهة ديال البحر. نعم. عاوتاني الصراف غادي يسوقونا جاي جاي. دابا هاديك الدار وقع عليها الغيار، قسموها بيوت بيوت. ومن بعد نادم معاهم الحال ولكن. وهنا غادي نتجهوا لزاوية الميري. نعم، هي فرع من الزوايا اللي تابعين لزاوية الشحناء العينين اللي موجودة في السمارة. حنا دابا في الاتجاه ديال حمام الجردة. سي سعيد، حمام الجردة هذا معروف، حمام قديم في مدينة وجدة، وكيفكرنا بواحد البطل محمد الزياني الملقب بالكياس الله يرحمه.